بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 19 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا أيها السادة نرحب بسماحته ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة في هذا البرنامج. أهلا ومرحبا سماحة الشيخ صالح، حياكم الله وبارك. هذا يقول: أرجو أن تفسروا الآيات المباركات في قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله أصحابه أجمعين. قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت، إلى آخر الآيات. هذا عند قيام الساعة وتغير هذا الكون، إن الله سبحانه وتعالى يكور الشمس ثم تلقى في النار كما في الحديث. كذلك يتغير هذا الكون يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وهذا من أهوال يوم القيامة. نعم. يسأل هذا السائل يا شيخ عبارة: لا طلاق في إغلاق. لا طلاق، أي لا يقع الطلاق في حالة الغضب الشديد. الغضب ثلاثة أنواع: غضب عادي وهو الذي يتصور الإنسان فيما يقول وهذا يقع طلاقه، وغضب هذا بالإجماع يقع طلاقه، وغضب لا يتصور، غضب شديد لا يتصور الغضبان ما يقول وهذا لا يقع طلاقه بالإجماع، لأنه ليس له قصد ونية في ذلك. الثالث: الغضب الذي بينهما، بين الشديد وبين اليسير، وهذا محل خلاف بين العلماء. وللإمام ابن القيم رسالة في هذا، إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، فصل هذا التفصيل. نعم. يسأل عن كتاب الترغيب والترهيب، ما رأيكم فيه يا شيخ؟ كتاب الترغيب والترهيب هذا للحافظ المنذري، وهو كتاب جيد ومفيد، يذكر فيه الأحاديث التي فيها التخويف والوعيد ليرتدع الناس عن المعاصي وعن السيئات وما يجري مجراها، والترهيب في الخير والترهيب في الجزاء الحسن، وهذا مما ينشط المؤمنين على العمل الصالح، وهذا مطلوب أن يكون العبد بين الخوف والرجاء. فهذا الكتاب مما يحمل الإنسان على الخوف والرجاء، إذا قرأ آيات أحاديث الوعيد خاف، وإذا قرأ أحاديث الوعد رجى الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول هذا السائل بأنه راعي للأغنام في الصحراء، وتأتي بعض الأيام شديدة البرودة وألبس الشراب وأمسح عليها عدة أيام. إذا لبسها على طهارة وهو مسافر فإنه يمسح عليها ثلاثة أيام بلياليها، وإذا كان في الحضر غير مسافر أو كان يرعى الغنم وغير مسافر إنه يمسح عليها يوم وليلة إذا لبسها على طهارة وهي ساترة، بشرط أن تكون ساترة للرجل، إنه يمسح عليها يوم وليلة. نعم. هذا يستفسر عن الآية المباركة يا شيخ: وأشرقت الأرض بنور ربها. هذا في يوم القيامة، إذا عند قيام الساعة، إذا جاء الله لفصل القضاء بين عباده فإن الأرض تشرق بنوره سبحانه وتعالى. نور وجهه الكريم تشرق به الأرض. ألا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك، جاء مجيئا حقيقيا يليق بجلاله، وجاء ربك والملك صفا صفا. وكذلك يأتي سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين عباده، فيحصل النور الذي تشرق به الأرض من نور الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول هذا السائل: أرجو من الشيخ صالح حفظه الله أن يحدثنا عن مذهب أهل السنة والجماعة في النظر إلى وجه الله عز وجل، يا
يوم القيامة؟ أهل السنة والجماعة يثبتون النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وهذا من أشد نعيمهم، أشد ما يلقون من النعيم، أشد من نعيم الجنة رؤيتهم لله سبحانه وتعالى، أو يتجلى لهم ويرونه عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر، لا يتضامون في رؤيته سبحانه وتعالى إكراما لهم الذين آمنوا به في الدنيا وهم لم يروه، بل صدقوا رسله وصدقوا كتبه فآمنوا به سبحانه وتعالى. أما الكفار فإنهم يحجبون عن الله يوم القيامة، قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا كان الله يحجب الكفار عن رؤيته فإنه يبيحها للمؤمنين إكراما لهم. نعم. يستفسر عن الآية يا شيخ: وكلم الله موسى تكليما. نعم، الله كلم موسى تكليما حقيقيا، سمع موسى كلامه، ولذلك سمي موسى عليه السلام بكليم الله، أن الله يكلمه إذا أراد أمرا من الأمور، إنه يكلم موسى تكليما بدون واسطة الملك، خلاف بقية الأنبياء فإنه يرسل إليهم الملك بالوحي. نعم. أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا السائل يقول: تفسير الأحلام ينسب إلى ابن سيرين بأنه كان يفسر الأحلام، وما رأي الشيخ في وقتنا الحاضر من يتصدى لتفسير الأحلام؟ نعم، ابن سيرين مشتهر بأنه يفسر الأحلام، لكن هذا الكتاب الذي بأيدي الناس لا تصح نسبته إلى ابن سيرين، فإن ابن سيرين ليس له كتب موجودة. وتفسير الأحلام حق، لأن الرؤيا حق، ولكن يشترط فيها أن يكون الرائي على صفة تؤهله لمجيء الرؤيا إليه، ولها ملك، الرؤيا لها ملك يأتي بها إلى العبد، أما الرؤيا الكاذبة فهي من الشيطان، فعلى الإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان إذا رأى ما يكره ورأى ما يزعجه، فإنه ينفث عن يساره 3 مرات ويغير الجنب الذي هو نائم عليه، ويستعيذ بالله من شر هذه الرؤيا ولا تضره بإذن الله. نعم. يقول: ما ضابط في ليلة الجمعة أو فجر الجمعة قراءة ألف لام ميم السجدة، وهل أتى على الإنسان، هل يقرأها كل جمعة؟ نعم، يقرأها كل جمعة، ألف لام ميم السجدة في الركعة الأولى، وهل أتى على الإنسان في الركعة الثانية، كاملتين، هذا هو السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في فجر يوم الجمعة، ولا يقرأ بعضهما فقط، يقرأ بعض سورة ألف لام ميم السجدة وبعض هل أتى على الإنسان، بل يقرأهما كاملتين، هذا هو السنة، وهذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يداوم عليهما، بل إنه يتركهما بعض الأحيان ليعلم الناس أن قراءتهما ليست بواجبة. نعم. يقرأ ألف لام ميم السجدة ينصفها يا شيخ صالح؟ لا، هذا خلاف السنة. نعم. يقول: ما فضل قراءة أواخر سورة البقرة والمستفاد منها؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن القيم ما كان يقرأ من أوساط السور إلا ما ورد عنه في ركعتي الفجر: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة بيننا وبينكم، قال إن هديه صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ السورة من أولها، فإن شاء أن يكملها أكملها، وإن شاء أن لا يكملها فله ذلك، أما أنه يقرأ من وسط السورة فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا سائل يا شيخ يقول: من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ بالثناء. نعم، من صنع معروفا فقال لفاعله جزاك الله خيرا قد أبلغ بالثناء، قال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه. نعم. يقول: أرجو أن تشرحوا لي حديث: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. نعم، الهواجس التي تأتي على الإنسان إن كانت هواجس سوء وهواجس أشياء محرمة فإنه لا يبديها ولا يتكلم بها، فهذا هو الإثم، ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. نعم. قولنا يا شيخ: الله ورسوله أعلم، هذا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون إذا سئلوا عن شيء لا يعلمونه قالوا الله ورسوله أعلم، أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فإنه يقال الله أعلم. نعم. يا شيخ، متى يعذر المرء بالجهل؟ إذا لم يكن عنده من يعلمه
ويبين له. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول يا شيخ ما مناسبة قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ أفتان أنت يا معاذ؟ مناسبته أن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج ويصلي في قومه يطيل القراءة. ورد أنه قرأ سورة البقرة فشق ذلك على بعض المأمومين لا سيما الذين لهم حوائج، فمنهم من انفرد عن معاذ وأكمل صلاته وذهب. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنكر على معاذ، قال أفتان أنت يا معاذ، اقرأ بكذا بالشمس وضحاها والتين والزيتون، أرشده إلى السور المتوسطة لئلا يحرج الناس. نعم. يقول ما المراد بالآية يا شيخ صالح أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا؟ نعم، هذه فيها بيان مواقيت الصلاة مجملة في ثلاثة أوقات. أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني زوال الشمس عن وسط السماء إلى غسق الليل. إلى غسق الليل صلاة العشاء، صلاة المغرب وصلاة العشاء. وقرآن الفجر عبر عن صلاة الفجر بقرآن الفجر لأنها تطول فيها القراءة. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار وهم الحفظة، الحفظة الذين يتعاقبون فينا صباحا ومساء. نعم. هذا السائل أحمد له مجموعة من الأسئلة. يقول فضيلة الشيخ الشخص الذي عنده بعض الاكتئاب وعنده قنوط من رحمة الله لا يجوز هذا، قال الله جل وعلا ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالمسلم مهما أصابه إنه لا يقنط من رحمة الله بل يرجو الفرج من الله سبحانه وتعالى وينتظر الفرج من الله ولا ييأس من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم. يا شيخ لو سئلنا ما علة تحريم القنوط من رحمة الله؟ لأنه سوء ظن بالله عز وجل، لأن القانط من رحمة الله يسيء الظن بالله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هناك بعض الناس من يقولون بأن التقويم اليوم فيه زيادة ويحدثون البلبلة والتشويش على الناس. هؤلاء لا يلتفتوا إليهم، تقويم القرى معتمد من الدولة ومعتمد من أهل العلم ويعمل به ولا جرب عليه خطأ واضح، ما جرب عليه خطأ. نعم. هذا يسأل يقول فضيلة الشيخ في الآية الكريمة فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا لله شركاء، الأنداد الشركاء والمساوين لله عز وجل، لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا ند له سبحانه وتعالى ولا شبيه له ولا شريك له. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول بالنسبة للذي أخر العمرة إلى ما بعد الحج، حج ولكن العمرة جاء بها بعد شهر من حجه. لا بأس بذلك، العمرة إما أن تكون مع الحج أو تكون قبله أو بعده، لأن العمرة على مدار السنة كلها مفتوحة للعمرة. نعم. يقول عبارة نوم الصائم عبادة هل هي صحيحة؟ إذا نوى بنومه التقوي على الصيام فإنه يكون عبادة. شكر الله لكم سماحة الشيخ صالح على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات على أسئلتهم واستفساراتهم في برنامج نور على الدرب. شكرا لحضراتكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على متابعتكم لهذه البرامج المباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.